حمو، عارف الفقرة دي بتاعت ايه؟ شيخ الحارة وربنا يستر. شيخ الحارة. مع شيخ الحارة. مساء الخير يا شيخ الحارة. مساء الفل يا ست ناس. اتفضل يا شيخ الحارة. يا اسطى حمو، عامل ايه؟ عامل ايه؟ ويا اسطى ايه؟ طب وانا راكب عربية؟ لا انت راكب توك توك. راكب توك توك؟ ايه؟ بعت التوك توك ولا العربيات خلاص؟ هو مش عيب اللي انا اركب توك توك، بس محدش قال انه عيب. انت بعت التوك توك ولا بعد ما جبت العربيتين خلاص؟ طب انت ايش عرفك بقى بالحاجه دي؟ ايه يا عم، ده موضوع عادي. كان عندك توك توك واتنسى فيه موبايل، فاكر؟ وامك اللي دفعت تمنه. طب يعني ممكن ما اعرف، بس يعني هو جاب الحاجه دي منين؟ هو انت كان عندك توك توك؟ انا فعلا كان عندي. يعني كنت بتسوق توك توك ولا بتشتغل على توك توك؟ لا ده بتاعي. بتاعك وبتشغل عليه؟ ايوه هو بتاعه وكان شغال عليه. بس هو دلوقتي قال حاجه، يعني مش فاهم هو وصلت له ازاي بعد يعني. بقت ايه التليفون اللي ضاع ده؟ التليفون اللي ضاع. ايه بقى التليفون؟ طب ايه يعني، انت مين اللي قال لك يعني؟ يا عم مالكش دعوه، خليك معايا انا بس. ما انا معاك. انا بقول حاجه غلط؟ لا انت مش بتقول حاجه غلط، بس انا لازم افهم يعني. التليفون قالوا انه اتسرق وانت اللي خدته، صح ولا انا غلطان؟ لا انا ما خدتهوش، هو ضاع. هو اتهمني بال هو التليفون ده بتاعك ولا بتاع؟ لا هو كان انا عندي توك توك وشغال بيه، ففي واحد هناك كان مستقصدني فركب جوه التوك توك. بعد ما انا هو مشى نزل وانا خدت زبونه ماشي بيه، بعد كده كلمني قال لي انا سيبت تليفوني معاك. ببص كده جوه ما لقيتش حاجه، قلت له لا انا مش معايا. فهو رمى البلا عليا اللي انا خدته منه وبتاع، بس انا عشان يعني امي ووالدتي مش بتحب ان انا اعمل مشاكل فدفعوا له التليفون. بقول لك ايه يا حمو، قول ربنا يستر بقى. انت عايز ايه من محمد رمضان؟ عاوز ايه منه؟ لا انا مش عاوز منه حاجه. امال بتروح له المكتب كتير ليه وبتفضل واقف على الباب عنده عشان تخش وما بيردوش يدخلوه؟ انا بقف عنده على المكتب؟ لا ما حصلش دي. ما لا حصل اكتر من 30 مره. لا وانا اللي شايفك. لا ما حصلتش اصلا خالص يعني. لا حصلت كتير. واقول لك اماره. اديني اماره. دهب. دهب؟ مين دهب؟ دهب اللي شغال مع رمضان، اللي انت كل شويه والنبي يا دهب دخلني للكبير، دخلني النمبر 1. طب انت عاوز حاجه من رمضان يعني؟ لا انا مش عاوز حاجه منه، انا كنت بدافع عنه كتير. دافع عنه بس. لكن دلوقتي ما بتروح له عاوز منه حاجه؟ عاوز تمثل معاه؟ عاوز تغني معاه؟ انا عمري ما رحت له. لا 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 بلاش كده. لا والله احنا في رمضان، ثواني يا ست ناس. اتفضل. لا ما انت ما تقولش. لا ما انت ما تقولش. لا 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 مش عايزين كده. لا ما انت ما تقولش كلام هو ما حصلش اصلا. لا حصل. انا عارف انا بقول ايه. اهدى على نفسك كده واتك على الصبر. لا انت انت اللي اتك على الصبر، انت قاعد بتقول كلام وخلاص. لا مش كلام وخلاص. لا كلام وخلاص. انا لو بقول كلام وخلاص هو انت بتقولي له قول اماره. يقول اماره اللي انت بتقوله. هو ما عندوش اماره اصلا. انا ما اعرفش فين مكتبه يعني. المكتب اللي هو عمال يقول عليه ده انا ما اعرفهوش. بقول لك ايه، انت عارف كويس جدا والكلام اللي انت بتقوله ده كدب وباين على وشك. انت شفت وشي كداب يعني؟ ما انا شايف وشك اهو قدامي اهو. بسم الله ما شاء الله طول بعرض. طب يعني هو كداب مكتوب عليه كداب؟ باين اهو. باين اصل انا اللي شفتك بعيني، انت هتكدبني؟ يمكن بقى، يمكن انا مش فاكر. منظرك ضعيف يا شيخ الحارة. يمكن بقى ولا حاجة. يا ست ناس انا نظري مش ضعيف، انا بكلمك في حاجه حصلت. طب عارف هو بيروح ليه؟ من 20 30 مره. طب عارف هو بيروح ليه؟ هيموت ويدي له اغنيه، يدي له اغنيتين. هموت وادي له اغنيه؟ هتموت وتدي له اغنيه، وهتموت وتعمل معاه اغنيه. عامل مع مين؟ مع محمد رمضان. انا مش مستني اللي انا اعمل. لا انا مش مستني اللي انا اعمل. لا لا مين اللي قلد؟ انت اللي قلدته محمد رمضان ولا محمد رمضان اللي قلده؟ لا هو اللي قلدني. هو اللي قلده. هو فن. هو ممثل ايه؟ ملهوش دعوه بقصه الغنى. لو معلش لو احنا بقى نيجوا بقى للصح، هاتيه لو هو مش ممثل. هاتيه لو هو مش ممثل يجي يغني مهرجانات. لا خلاص، ولا سمع ولا حد ولا كان هيبان.
بس الناس بتروح له. ما الناس بتروح له عشان هو لعب على بند اللي هو ممثل محبوب، فلما غنى الناس حب خلاص تبعته. طب انت عمرك ما تواصلت مع محمد رمضان؟ لا انا يعني انا عملت له اغنيه كنت بدافع بيها عنه، وقلت له انت النمبر 1 وانت الاسطوره وانت وانت وانت. انت اللي قلت له انت نمبر 1؟ آه. قبل ما يغنيها؟ ما هو ده غصب عنك. لا هو مش غصب عني. انت عاملها عشان تتمحك فيه، عشان ياخد منك اغنيه ولا اغنيتين. لا ما يتمحك في مين بس؟ انت اللي تتمحك يا عم. صلي على النبي بس. عليه الصلاه والسلام. بلا اتمحك بلا ما اتمحكش، بقول لك انا عملت له اغنيه هو كان ناس بتغلط فيه، فانا بدافع عنه، فهو شكرني وخلص. وخد الاغنيه؟ لا دي الاغنيه دي انا عملتها له ورفعتها عندي. يعني انت بتغنيها له؟ اه يعني. هو سمعها وصلت له وانا ما كنتش يعني بيتمسح فيه. بيتمسح فيه. خلاص ماشي بتمسح فيه وعاوز اعمل معاه اغنيه. هتعرف توديني ليه اعمل لي اغنيه؟ عيني. خلاص وديني. تعال لي سكه كده وانا اظبطك. خلاص ماشي وديني. وديني بس انت عارف البيت وعارف المكتب، ورحت كتير قوي. خلاص ماشي. ولو عايزنا اكلم لك محمد رمضان اكلمه لك. لا خلاص ماشي. يعني رحت له؟ رحت له خلاص. اخر كلام رحت له. شاطر يا شيخ الحاره، جبتها من الاساس انت حبيبتي يا ست الكل. واحده تانيه بقى. يلا بقول لك ايه يا حمو، قول بس يعني على هادي. ما على هادي اهو يا زبادي. على هادي يا زبادي. قول. طيب شيخ الحاره دمه خفيف. اخبار الرقاصه اياها ايه؟ ايه اخبار الرقاصه اياها ايه؟ لا يا عم ايه يا عم يا ابن الرقاصه يا ايه يعني مش فاهم مالك في ايه؟ مالك ابلع ريقك. انت عملت رقاصه ومش رقاصه، ومن شويه مش عارف كان في ايه. مفيش رقاصات اصلا يا جدع. يا جدع ده كان في رقاصه وانتوا اتخانقتوا خناقه كبيره وبتاع. انا بقول لك ايه بس، ايه ده بقى على نفسك شويه. انا راجل خاطب الله يبارك لك. خاطب ولا متجوز؟ متجوز. ما ايه ده بقى على نفسك؟ خايف من جوزه ولا ايه؟ انت ناسي انت. لا ما هو كده عينيل الدنيا خالص بقى. انت ناسي انت خاطب ولا متجوز؟ انا متجوز وخاطب وكله. هو عمال يقول رقاصه مش رقاصه. كانت دي بقى كدب بقى. يعني ايه متجوز وخاطب؟ يعني انا كل حاجه. هو دلوقتي حطني في بند بقى مش عارف رقاصه وكنت بايت. انت وردت نفسك كده يا حمو. انا متجوز اهي دلوقتي. متجوز وخاطب بتقول؟ ايوه مع خطيبتي ومراتي وكله. هي واحده يعني؟ هي واحده. بعد ما تتجوزها خطبتها؟ ايوه. بس هو ده كده بيتكلم في حاجات مش حقيقه اصلا. يا حمو ما تحورش. انا اللي محورش. ما تحورش. طب اديني عماره لو خايف من زوزو. طب مين فيهم الرقاصه دي؟ لا ايه؟ لو خايف من زوزو قول لي. لو خايف من زوزو. طب انت بقى اصل ما فيش مطرب شعبي ما بيحبش رقاصه. سيبيه يبلع ريقه يا ست الكل. طب انت ماشي. طب انت عرفت زوزو منين؟ عرفت زوزو منين بقى؟ زوزو شمس. طبعا ماشي. دي حق. ده الصيغه اللي في ايدك دي كلها هي اللي مصيغاها لك. طبعا. بس ماشي انت عرفتها منين يعني؟ ما تقولش لشيخ الحار عرفت حد منين. ما اقولش. طب زوزو شمس دي. ايوه دي تبقى عالي. ماشي. بس بتحط عليك ايه؟ بتحط عليك. لا أول لما أنا جبت سيرة الرقاصة بص أنت اترعبت إزاي وخفت منها؟ لا ما يا جدع ده أنت شعرك طقطق أبيض وأنت قاعد. لا ما هو بيحط كده في حاجات. لا ما هو مفيش رقاصة. أنت تخرب بيته كده يا سخن الحار. يعني هو مفيش. أنت هتقعد ما تنطق يا عم. ما أنا بنطق. وأنت أنت يا عم أنت بتتعارك ولا ماله ده؟ مش فاهم أنا. هو أنت هتتعارك ابلع ريقك بس. يا عم انا بالع ريقي. انت اللي ابلع ريقك شويه عشان انت بتعمل حاجات غريبه. يعني اهدى شويه عن نفسك. انا هادي سخ الحاره. يا شيخ الكل انا مش عاجبني الحوار معاك المره دي يا سخ الحاره. مش مخافين منك كده. انت شيخ الحاره منين اصلا يعني؟ ماسك انه حاره. الحاره ماسك انا حاره. ده هو اصلا بتاع الحواري كلها. انت ماسك انا حاره مش فاهم انا. مش انت بتاع الحواري كلها؟ انا بتاع كل حاجه. بس هو عمال يقول في حاجات غريبه الصراحه. بقول لك ايه انت من شويه كنت عمال تقول نور التوت صاحبي ومش عارف مين صاحبي وعلي علوكه واشرف كوخه والكلام ده. طب ماشي. لا نور التوت وعلي قدوره دول اخواتي وانا اللي مربيهم. نور التوت بقى بيقول عليك صوتك وحش
وما يتسمعش وانت من غيره ولا تسوى، وقبل كده جالك هو وابوه وكسروا عليك الاستوديو. تنكر؟ طب رد يا رد عليه. لا ما انا هو انا معاك دلوقتي. رد ماشي علي. ما هو اللي هو بيقوله ده ماشي، هو يعني حصل. طب بتسلم بسرعه كده ليه؟ ما هقول له ايه؟ طب ما هو عرف حاجات غريبه يعني مش فاهم ايه. بس حصلت فعلا. هو حصلت فعلا. طب امال عمال تقول حبيبي ومش حبيبي، فين اللي حبيبك بقى؟ ماشي هو هيفضل حبيبي، بس ماشي هو كان رد يعني انا هو كان في اختلاف، فهو راح جاب لابوه وجاب لعمه وقعد يقول لي انا ليا ومش ليا وبتاع، وما كانش فاهم حاجه. فقلت له خلاص، فابوه قاعد بيحاسبني، قلت له انا دربت ابنك وعلمته ويقف ازاي قدام المايك، فلو انت هتتكلم في حساب فحاسبني على تدريب ابنك. فراح نور قايل لي لا هو انت مش صوتش ان انا اغني معاك. فرد واحد تاني قال له لا هو حمو بيكا، لو انت بتقول علم الصوت ما كنتش انت جيت وهو اللي خلاك تعمل اغاني كتير وخلاك نجم كده. بس انا مش عارف هو وصلت له ازاي بقى. اي كلام كل حاجه عرفت. اي كلام اي كلام. طب اديني انت الكلام. ما اقولش كلام. بقول لك ايه؟ قول. انا كل معلوماتي تمام. انت كل معلوماتك تمام فعلا. والرقاصه برضو تمام. يا عم مفيش رقاصه بقى. بقول ابو اسمها تمام. انت زعلان قوي من الرقاصه. ما عشان انا عمال اقول رقاصه مفيش عشان رقاصه. عشان في رقاصه. يعني اقول ايه يعني؟ انا ما اهدى بقى شويه على نفسك بقى عشان انت كده بتكبر في الموضوع. ما انت متجوز وخاطب وحد بيجيب لك سلاسل هديه، يعني الموضوع ماشي يعني مع ناس كتير. الرقاصه كانت صديقه والله يسهلها. الله يسهلها. امتى بقى؟ أيوة. قبل من زمان. من زمان كله من زمان. من زمان. قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ لا من قبل الجواز، من قبل ما اعرف حبيبتي اصلا. برافو عليك بقى. مين حبيبتك يا انت؟ بتقول حبيبتك ومراتك وخطيبتك. زوزو شمس اللي هي خطيبتي ومراتي وحبيبتي دلوقتي. خلاص اعترف يا شيخ الحارة ان كان في واحدة ومشيت زمان. ما هيقعد يطلع حاجات. قابل بقى اللي زوزو هتعمله فيك لما تروح. ما انت السبب. يا ما انت السبب. هتعلقك. لا يا مش هتعلقني. يا مش هتعرف تعمل معايا حاجة. بس يعني ليه مش هتعرف تعمل معاك حاجة؟ هي دلوقتي براتك. هي دلوقتي حقها هتعمل. فاقعد بقى يعني خلي الكلام على هادي بقى. خلاص مسالم والله انت على طبعا. فكره يا حب والله مسالم. طب بتعترف بسرعه. ما انا اعترف بدل ما يفضل يقول في كلام يا حبو. نعم. هتجيلي السنه الجايه؟ اجيلك السنه الجايه؟ اه. لا انا مش هجيلك تاني اصلا. انا مش حاجه مش جاي. انا لو اعرف اللي انا جاي هنا ما كنتش اصلا جيت. انا كنت بتابعك السنه مثل. الجايه هتلاقي معايا الرقاصة قاعدة جنبي هنا. أنا مش جاي. أنا كنت بتابعك. بس أنا لو أعرف اللي أنا جاي دلوقتي ما كنتش جيت. كفاية عليك كده يا حمو. كفاية لحد دلوقتي بالله عليك يعني. كفاية عليك. سلامة يا ست نوسة. خلاص يا ما هو آخره كده خلاص. ما عمل النصيبة. عمل النصيبة وقعك. عمل النصيبة وخلاص هو كده كتر خيره. النصيبة دي هتضيعك. أنا لسه ما عملتش حاجة. تحب أقول تاني؟ لا ولا تقول ولا بتاع. السلام عليكم. يا جدع. الله يسهل لك الحال يا رب. طب السلام عليكم. باي 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 حمو. باي باي باي. ربنا يبارك لك. سلام قعدك. رفع لك درجة حرارتك مش كده؟ وطلع. طب الفقرة اللي جاية درجة حرارتك. درجة حرارتك. السؤال ده درجة حرارتك 37. حمو بيكا بخيل وجلدة، والدليل البوكس بتاع رمضان اللي بعته لمراتك ولا لخطيبتك. هي مراتك ولا خطيبتك؟ اخر كلام. خطيبتي. ومراتك فين؟ مراتي. ايه ده؟ لا فهمني بس الوضع. مراتك. يعني كتبت الكتاب؟ امال الخطوبه دي ايه؟ كانت من زمان. طب وانت واقف عند الخطوبه ليه مش واقف عند الجواز يا حبيبي؟ عادي بقى. تعبني انت. خلاص مراتي. مراتي. بعت لها كيس بوزو وبسكوت بخمسة جنيه وفانوس ورق. حد يعمل لمراته كده في رمضان؟ انا بعت فانوس ورق. بس ثواني بس. هو يعني المعلومه دي جت من مين؟ بس المعلومه دي انت اللي قايلها. انت اللي كاتب على الانستجرام الكلام ده. لا ده طب ده فانوس معمول بالخشب
انت قلت ورق. لا هو مش ورق، هو فانوس معمول بالخشب عليه صورتي وصورتها، وفانوسين مش فانوس واحد. بكامل في الصندوق ده كله؟ لا ما اعرفش يعني. متعرفش؟ مش انت اللي دفعت ثمنه؟ لا يعني مدير اعمالي هو اللي راح دفع فلوسه وانا استلمته. طب انت لما لقيت الهديه رخيصه قوي كده مش تقول له عيب تبعت لمراتي هديه كده؟ لا هي عشان هي جالها هديه اعلى من كده. جالها هديه منين؟ مني. منك اعلى ايه بقى؟ لا ما انا مش هقدر اقول عليها. ليه كده؟ ليه هو انت يعني جايب هديه لمراتك يعني؟ لا عادي. لا يعني عادي يعني جبت لها خاتم ذهب. خاتم ذهب بس هو الفانوس ده وليها فانوس تاني جايبه لها. طب هو في رمضان بيجيبوا خاتم ذهب؟ انا 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 جايبت لها خاتم ذهب. انت راجل فييس بقى. عادي. مع ان بيقولوا عليك بخيل. عمري ما كنت بخيل. عمرك؟ لا. طب نروح للسؤال اللي بعده؟ نروح للسؤال اللي بعده. درجة حرارتك 41. مجدي شطة أحسن منك وصوته فيه حاجة وانت صوتك نشاز ومزعج. تنكر ان شطة أفضل منك؟ مفيش حد أفضل مني. شطة أفضل. وشطة مين معلش اللي انتوا تقارنوه معايا؟ شطة مين اللي انتوا تقارنوه معايا؟ هو طلع قال انتظروني مش رايح حفلة حمو بيكا تصيط. عشان قال حمو بيكا. عشان قال حمو بيكا تصير. وانت رديت عليه؟ لا. لا رديت؟ لا عمري ما رديت عليه. ولا هرد عليه. امال مين اللي بيرد عليه؟ علي قدوره هو اللي طلع رد عليه. وعلي قدوره ده مش بتاعك؟ بتاعي. ما طلع رد عليه. ما قال لي ما ينفعش انت ترد عليه. يعني انت اكبر من انك ترد عليه. انا ما ينفعش ترد عليه. يعني انت مشغل الصبيان بتوعك؟ لا مش الصبيان، دول اخواتي. بس مجدي شطه فعلا صوته بيقولوا حلو. فين صوته حلو؟ يبقى مصر كلها صوتها حلو. انت كل الناس مصر كلها صوتها حلو. الناس كلها بتغني. مش معنى انا ما غنيش. انت واخد الحكايه بالتكال على الله. احنا كلنا بناكل عيش. بتاكل عيش؟ مصر كلها بترزق. مصر كلها بترزق. كله بيرزق. مصر هو ربنا اللي جعل ليا سبب اللي انا اكل عيش. العبد عمره ما هيجي يقف. طب انت لما كنت على التوك توك كنت بتاكل عيش برضه؟ ما فيهاش حاجه. ربنا طيب انا بقول لك كنت بتاكل عيش. ربنا كرمني ورزقني عشان انا كنت بشتغل على التوك توك فرضاني لوحدي. اما انا دلوقتي معايا 20 نفر بياكلوا عيش. شوفي كل نفر معاه اسره كام نفر، وشوفي يعني كل دول فاتحين كام بيت. بس يمكن ربنا قال لي خد عشان انت ترزق الناس دي كلها. ترزق والناس دي كلها. انت خير؟ انت خير يا محمد. الحمد لله خير. بتعمل الحمد لله لله وبتزكي بصي الحاجه دي ما بتتقالش، بس التجاره مع الله حلوه. التجاره مع الله حلوه حلو. بس هي ما بتتقالش. بس اللي بيتاجر مع الله يضمن اللي هو طول حياته هيفضل في خير جاي له. بس ونعم بالله يا حمو. الفقره دي خلصت، وبعد الفاصل تنقذ مين؟ رجعنا من الفاصل، والفقرة دي تنقذ مين؟ تنقذ مين؟ حمو هعرض لك مجموعة من الصور، كل مجموعة فيها التلاتة، هتختار واحد بس تنقذه ومالكش دعوة بالاتنين التانيين. نعرض أول مجموعة. بوب مارلي، مايكل جاكسون، فرانك سيناترا. مايكل جاكسون. مايكل جاكسون ده أهم مطرب في العالم. في العالم العربي، في العالم الأجنبي كله. طيب والعربي كلنا بنحب مايكل جاكسون. ما انتوا لازم تحبونا بقى. نحبكم؟ يعني انتوا بتقارنوا روحكم بمايكل جاكسون؟ لا احنا مش بنقارنوا روحنا، بس هو بيغني زي ما احنا بنغني. حد يعرف يعمل استعراضات مايكل جاكسون؟ لا مش بالاستعراضات، باللي هو يلبس والكلام ده. لا لا مش يلبس ويتحرك ويغني وكل حاجه. الاغاني بتاعته هو بيغني بيقول ايه؟ انت كنت من قبل كده كنت بتقولي الاغاني بتاعتك فيها اسفاف وعن حاجه جنسيه. انت عرفتي هو بيغني بقى في؟ لا بيغني بس بره ما عندهمش الاهل زينا. بره مش زينا. بيقول ايه؟ لا انت بيقول ايه؟ لا مش هقدر اقول بقى هو. لا قول. لا مش هقدر. لا يمكن قالوا لك حاجه غلط. مين؟ لا عمري ما حد يقول لي. انا اعرف هو بيقول ايه. ما انت ده بيقرا انجليزي. انت بتعرفش عربي؟ انا ما اعرفش عربي بس انا اعرف هو بيقول ايه. كان مايكل جاكسون والتوباك والناس دي كلها. الناس دي بتشتم بعض في الاغاني. وانتوا خدتوا منهم؟ لا احنا ما خدناش منهم. انا بوريكي اللي هم دي مسكتهم
زي المزيكا البسيطه اللي احنا عملناها اللي الناس كلها بتهاجمنا عشانها. هي مش هتعتبر الناس كلها، هي في طب هتقولي المجموعه اللي بعده بقى الاحسن ايه؟ الموضوع كبر قوي في دماغنا. حلمي بكر، مجدي شطه، هاني شاكر. الاستاذ هاني شاكر عشان هو النقيب بقى وعشان يديك التصريح لا ولا لا ايه؟ انا مش عاوز التصريح. انت مش عاوز التصريح؟ لا مش عاوزه، بس الاستاذ هاني شاكر هو مش عارف اي ما يعرفش اي حاجه عن اللي بيحصل. يعني هو مش هو اللي مش هو اللي عمل كل ده. امال مين اللي عمل؟ اللي تحت منه. انا كلمت الاستاذ هاني شاكر في التليفون ووالدتي كلمته. بس في الاخر هو قراره مش قرار اللي تحت منه، قراره على دماغي. بس هو هما بيوصلوا له كلام عننا غلط، مش بيوصلوا له الكلام الصح. يعني هو مش عارف حقيقه المواضيع اللي بينكم. بص هما لما طلعوا قالوا له يا استاذ هاني شاكر ده شتمك، انا عمري ما غلطت فيه. انا كل اللي انا قلت له يا استاذ هاني شاكر لو شاكر. انا ما اقدرش. بص اولا لانه فنان كبير ما حدش يقدر يشتمه، ونقيب الموسيقيين، وعلى خلق عظيم كمان. هو بقول لك هو كميه الاحترام كلها فيه، وانا بحترمه هو اخويا الكبير. بس هما لما قالوا له يا استاذ هاني شاكر ده بيشتمنا، انا من عمري ما شتمته. انا قلت له يا استاذ هاني شاكر لو انت بتمثل المهن الموسيقيه لازم تنزل تشوف الناس دي شغاله ازاي. انزل يروح فين يعني؟ يروح النقابه. وانتوا قاعدين في حته واحده؟ يروح النقابه. انا كنت بيروح النقابه طبعا. انا كنت لا، يوم مشكلتي ما كانش هو في النقابه. معلش يوميها ما راحش، بس هو بيروح كل يوم. هو وصل له كل شويه بيروح النقابه. هو شافني انا كنت بتحايل عليهم ازاي؟ شافني انا كنت هبوس ايديهم ازاي عشان اللي انا اشتغل؟ وانا جاي بخبط على بيتهم يخرجوني بره. انتوا ما خبطتوش، انتوا رحتوا غنيتوا الاول وبعدين رحتوا غطيتوا عليهم. هم كانوا فين لما احنا كنا بنغنوا؟ هم كانوا فين؟ مش شايفينكم لان انتوا كلكم في الحواري بتغنوا. واحنا خلاص واحنا حواري ما بتغنوش في شيء. يعني ازاي حواري؟ هل انتوا في بتطلعوا في الاذاعه والتلفزيون تغنوا؟ هو كل حاجه الاذاعه والتلفزيون. طبعا هم يعرفوا ان مصر كبيره. بص حضرتك انا لما انا اطلع لازم الاقي حد يساعدني، لو هلاقي حد بيحاربني انا لازم احاربه. طول عمر معروف المطرب عشان يطلع يغني لازم يبقى عنده مواصفات في الصوت. احنا ما لناش مواصفات. لا ازاي ما عندكوش مواصفات؟ يبقى ما تاخدوش تصريح. خلاص اعملوا لنا شعبه بس احنا نبقوا تحت ادارتهم. شعبه اللي ما عندهمش صوت. احنا نبقوا تحت ادارتهم. هو تاني ان هنرجعوا للاصوات تاني ولا هنرجعوا للكلام تاني؟ لا هو مش بالاصوات. بقول لك مش بالاصوات. طب تسمي الشعبه بتاعتكم ايه؟ اسمها ايه؟ تسمي الشعبه اللي انت عاوز تعملها دي ايه؟ راب شعبي. راب شعبي؟ راب شعبي. تعالى بقى نروح للي اسوأ من الكورونا. هو في حاجه اسوأ من الكورونا؟ اسوأ من الكورونا. حمو ايه اللي في حياتك اسوأ من الكورونا؟ مفيش اسوأ من الكورونا. اكيد في حياتك في شخص، في صفه ما بتحبهاش، في حد اذاك، حد ضرك. اللي ضرني كتير بس الحمد لله كل اللي اقدر اقول لهم الله يسامحهم. ايه اللي بيبكيك يا حم؟ امي وابويا ربنا خلوهم لي، ما عنديش اي حاجه ابكي عليها تاني. ربنا يخليهم لك. لو قدامك فرصه تنقذ شخص واحد من الكورونا، مين الشخص ده؟ واحد، مش هتقول لي أربعة ولا خمسة، شخص واحد. والدتي. هي أغلى من أبوك؟ لا هو أبويا ووالدتي غاليين عليا بس. بس هي ست ومحتاجة إن أنت تنقذها ويمكن ينقذ روحها. الست أنا أمي عندي بالحياة كلها. فرحانة لك بنجاحك؟ فرحانة بس زعلانة على الناس اللي هي عمالة تحاربني. فبتخاف عليا طبعا. طب تقول لها ايه من البرنامج هنا؟ الله يا امه ربنا يخليك ليا ويديكوا طول العمر انت وابويا، وما اشوف فيكم اي حاجه وحشه ويجعل يومي قبل يومكم. خلي بالك ممكن بابا يزعل عشان اخترت ماما. لا وابويا طبعا انا قلت لك انا ابويا ما خلنيش محتاج اي حاجه. وربنا يخليه للحاج يا رب وما يحرمنا. يخليهم لك الاثنين ان شاء الله. طيب احنا خلصنا فقراتنا هنا، بس هننزل تحت عشان عندنا ساعة الحظر ما تتعوضش. ساعة الحظر ما تتعوضش. ساعة الحظر ما تتعوضش. حمو عندنا 30 ثانية
عاوزينك تقول لنا فيها إحساسك في ساعات الحظر اللي بتبقى أنت قاعد لوحدك أو مع الأسرة، إيه الإحساس اللي بيجي لك؟ ابتدى التوقيت. الحظر دوت على ناس كتير، قرب ناس كتير في بيوتها لأهليها، وكل واحد متجوز بقى يقعد مع مراته وقت طويل، وقرب للأب لابنه كتير، فهو صح هو مش هتتعود تاني، فلازم كل واحد كان نفسه في حاجة هو عملها في الحظر دوت، عشان الساعات دي مش هتتعود تاني، وهتفضل حاجة حلوة هم هيفضلوا يفتكروها مدى عمرهم. دي كانت رسالة حمو، وحنسأله آخر سؤال. آخر سؤال. آخر سؤال يا حمو، مين الملحن اللي حمو ممكن يدفع اللي قدامه واللي وراه عشان يلحن له أغنية؟ حلم بكر. اللي قال عليك مش مطرب. ليه بقى؟ هو يلحن لي بس الأغنية وبعد كده هو هيعرف بقى إذا كان أنا مطرب أو مش مطرب. انت حتد...